قل يا عبادي الذين أسرفوا. سبب النزول كي يقول حقوش إمام أحمد وحشي نكي قاتل حمزة نكي حمزة دلي مكة مركو النبي صلى عليه الصلاة والسلام أيو تبي وراوي وحش هذا كعب حصد الله يقوله كعب بوتي كذبتك ويارا حيبتا لغو سو قاري سقو دمع صنبا إنو كسو طلاب جزيرة العرب وأرض الحبشة وسو قد مركا سالي وحشي هي. رسول قيله بأن كاوي ديو كو يارا يعني. سبحان الله أنيكا ما أنو حمزة دلي وأذيركي دلي ومشركة وزنيستي صوت الدين دين نشيغ يسمع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يدو شرع عبد محمد يدو أي شيء يسو وفق إلهي غير كي عبدا إن بني آدم أنا قوية إذن إيسا إن عذابك الله بالله بأيو إن تاب أني قوة كدعه بل أرض أون محمد إيسو ويدي أبو الرخصة بوس أن دين الإسلام كسوة قلما الله إيها يا مرقا بي صحابة دي صون نقدين رسول كان مكو قوي مادين عليه الصلاة والسلام مرقا سو نبي قو أقري إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما آياته القرآن كمركي وحشي اللي قر أخرينا وحير إلا من تاب وشرد ككوبا وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شروط سوي بدنته بالله أنه مبو حين كريم بوي شروط بدن بل ازدبر ديگه ماشي ويسوان نغده هذا آيات قرآن نبي صلى الله عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله إلهي لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مرقي آيات اللي قد الأخرين وحيري هذا أرى بعد مشيئة الله إلهي كود دونا ماشي كود جرتي بلو أنيك إلهي الدم بيجي جينو دافما بدوني بيجي هاي النسوق عجيب واني كيني كنا هذا محمد يا أبو بكر يا عمر يا ماها حسن يا حسين ماها وايو ووحشي وقاتل حمزة نقي حمزة دلي وياه ما لنت النبي قال ذير كيل الدلي عليه الصلاة والسلام أنصار ميت هو قال الروسين يين النبي قال ليه واكن أذير كان ميت كيسي وهو أركي هل كاسا لقد اللعية حمزة علو شي سيطول لك لدلعية ايا مدغريها اوسكينا بنانكا لغو شيريي كريي سي بيركي سنعنا لغو دادي مرقاسو نبيكو ارقا قحي عليه الصلاة والسلام مرقابو صحابة دا كويري ولا شي سفيا ساسعتو كارقا قحي سي هري اسكو عليو مراكو ضدو ابو رسول كويري قوي سي انتو اطوري لان للما كدادت الرسول كينا مرقاسو يري يا عمي يا عمي اذاركي من مغلا يا اوشهيد خلاص وحيد تضبعات قريشة أنا وين أكون أرجو ذاب رسول كويل مركب القرآن كأسود دقي وحي قال حي سود تعايد الشيء فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين بالنبي قال كويل هذا أرجو سنة سيد وهذا أركه أرجو ذي سيد بإلهي كويل ده مدون بالله دليل هذا كون مدون دشوا بإلهي كويل هذا صبرتي منه صابرين تصبر كما خير بدن با الهي كي يعني حماسة إليك قادم بلا لي ليتخذ منكم شهداء أنك ضمعني با الهي قاركين إني دينت وشهيدا أدرك وحكم النقصة من وشهيد ويان وشهيد أنك دورين با الهي كويري أدرك وحبك من ناقص من وحبك وزيادة لقى مرة بيني تون لما دي قبيانة دو عيكو قادة حتى دو عرقو دي سيدنا دي مدون بان لغاية دي لما دو دي شو حتى صبرتان نبا إلهي يري
صابرين صبرك أو خير بدن بإلهي كله وحمزة نكي دلي ويانك ونك آية لها قرآن قول بايا دو صغر أيو آية دي قدن بيسو نبي قول صغر وحي هاي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آية القرآن كما ركا الله كان يلقوا آخر يدوشيسا أما هذا فنعم تنا نقبل بيولي برقاسان ما كان لسوق لي مرقابا نبي الله كان عليه الصلاة والسلام مرقاس النبي قورتي سكوا شهاتي مرقاب النبي قولي بل أذرق حمزة ساد مالين تيود ديشان وقشاك مرقو كشاك يبي للمكاد دعنا في رسولك عليه الصلاة والسلام مرقاسو يلي وحاقا وحشي إلهي با هداية دكولة دونا كسوة هدية مرقا وجيكو كأركا أذرق من حصوصنا ياي مرقا حلقات قصدا صحابة دا أنو حبر أيو أدقو حقا دميقا فريسة بولي عندي يسو هذه أركان وحي حسوسنا ين أديركي عندي يسو إني أركت مجعلي قلبي يسونا النار إنو قل مجعلي هذا طبيعة الأنبياء سيدا عندي يسو وحشي إني أركان أيسن أربين أديركي بكو حسوسنا يا كذلك قلبك محمد مربين إنو وحشي النار وكدعو فإلهي هنو توبت كأنه سقى إن أرزاقيا هذا نبدأ إلهي وعاصنا يا بنات